وبعد نزول فاينل فانتسي ولعبناها وصار لها سنة الآن نازلة في السوق. أحب أقول هابي بيرداي فاينل فانتسي 6 في، وأنا صار لي معكم ما شاء الله مشوار سنة كاملة، ما قصرت معكم في الشروحات، في المعلومات، في موعد الصدور، في كل شيء يخص اللعبة. وسكوير إنكس جابت مدبلجين فاينل فانتسي بالإنجليزي على أساس إنهم يسووا لكم دعاية عشان تلعبون فاينل فانتسي 6 في ملتي بلاير كومبراتس اللي هو الأونلاين. بصراحة الأونلاين ترى مرة متعة غير عن القصة بمئة ألف مرة، صح إنه كلها كويزيتات ومدري كيف، لكن بصراحة اللعبة خرافية وانتوا عارفين كيف، ولها تحديثات كثيرة. وخلونا أوريكم كده رسم بياني صغير يوريكم قد إيش هم تعبوا سكوير إنكس علشان ينجحوا القصة من جون لديسمبر. كل التحديثات يعني أنا نزلت وتكلمت عنها إن شاء الله وأكثرها، لكن الآن أسيبكم مع عرض إيجي. I'm afraid I must ask your forgiveness. عرض ايجي لاحقين عليه بعد اسبوعين من هذا الفيديو راح تنزل اللعبة في ديسمبر، ويقولون انه اشاعة سيزن باس 2 لسه قائمة، وهذه الاشاعة ما ندري متى هتنتهي وايش نهايتها. لكن هل انتم مستعدون في يوم من الايام نشوف مثلا لعبة فانفاسكس في تصدر تحديث عن قصة اوردن ايزونيا؟ لكن مش اكيد بحكم انه حبيبنا اللي اسمه اوردن ايزونيا كان شرير وصار طيب وفي النهاية مات وعرفنا انه لعنه وزي كذا. في احدى التحديثات اللي نزلت ايام اول خلوك تختار اذا تبى اوردن ايزونيا ولا قصة لونا ولا اي واحد من بقية القصص، لكن كان اول واحد اوردن ايزونيا. فهاجيمي تاباتا هي مدري كذا ذاك اليوم ذاك التحديث كان يلمح انه بيسوي لاوردن ايزونيا ولونا فريا تحديث وزي كذا، لكن فريق العمل يشتغل بجد واجتهاد. وفي التحديث اللي حنشوفه بعد كم يوم راح تقدر تغير من نوكتس لجلاديوس ومن جلاديوس لإيجنيس ومن إيجنيس لبرومتو، وعلى كيف كيفك يعني على حسب إذا كانوا الأربع موجودين. ممكن في العالم المفتوح يعني ما أدري من شابتر 9 يمديك ولا ما يمديك، ما حد أكيد يعني. هل يا ترى تقدر تلعب مثلا بإيجي هو أعمى وماشي بالعكاز؟ ما حد داري، فهذه نسيبها للمستقبل علشان ما في شيء أكيد وما أعلنوا. لكن الأشياء اللي باقي ما فهمتها أنا اللي هي في السيزون باس 2، ايش يقصدون بالسيزون باس 2؟ هل يا ترى يقصدون يعني مثلا انهم بينزلون قصص جديده ويبوك تشتريها يعني، ولا حاجه من هالكلام؟ او هل يا ترى مثلا في اشياء معينه راح تحدث؟ هذا ما يخبل لنا المستقبل. لكن الان في هذه الفتره انتم ركزون على حاجتين، على كومبراتس هذا حق الاونلاين، وكمان ركزوا على حلقه ايجي لانها اقوى حلقه. وانا حفكر واشوف يعني طاقم الدبلاج اذا يقدروا يدبلجوا حلقة ايجي، ما ادري اذا في لونة ولا لا. فسيبكم مع العرض الاخير بين ايجنيس ونوكتس. كان معكم حسام، في امان. الله